ما قاله سماحة الشيخ اليوم هو ترديد لكل ناشط سياسي في البحرين، ويعبر باسم الشعب، باسم الجماهير، باسم النشطاء، يرفع الصوت عاليا أنه لا تراجع لا يوجد في قاموس هؤلاء الجماهير، هؤلاء المناضلين كلمة تراجع. الكل رغم الدماء ورغم الشهداء ورغم السجون ورغم الجراح، الكل مصر ومصمم على مواصلة الطريق. الساعة الثالثة وصل جواب.